اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمه وبركته ومحبته من الان والى دهر دهرين امين. فرحانين النهارده بليله من ليالي نهضه امنا الطاهره القديسه العذراء مريم. فرحانين ايضا بالنهارده عشيه عيد رئيس جند السماء الملاك ميخائيل. وكأن الملاك ميخائيل وهو في بيعته المقدسة اللي جنبينا قال يعني أفرح مع أمي العذراء مريم. فجم الليلتين في ليلة واحدة كلها بركة. كلنا استمتعنا بالتسبحة ورفع البخور والتمجيد والكورال، وكمان بنعمة ربنا الكلمة الروحية يشاركنا هذا اليوم وهذه الليلة قناة ميسات على رأسها حبيبنا الغالي الأنبا أرميا الأسقف العام والمسؤول عنها واللي حريص دايما مع فريق ميسات إنهم يشاركونا في كل احتفالاتنا. والحقيقة أنا النهاردة حطيت في قلبي إن أنا أتكلم عن حياة الفرح في عيشة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم. بنقول في التمجيد الفرح لك يا والدة الإله، والأولاد في المديحة بتاعتهم العذراء مش ممكن تسيبنا حزانة، لازم تفرحنا. وأمي الطاهرة القديسة العذراء مريم في تسبحتها لما زارت أليصابات وبعد ما جبلتها أليصابات قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. تبتهج روحي بالله مخلصي، تبتهج تفرح. وأليصابات جابليها قالت لها حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. بهجة فرح، حاجة جميلة جدا. أم العذراء مريم المفروض إن احنا بنحتفل باحتفالاتها وبأعيادها وبنقول لها افرح يا عذراء وفرح كل ولادك يا عذراء. وفي بعض الناس مننا بل والكثير مننا حزانة. ليه حزين يا ابن المسيح يا ابن العذراء مريم؟ حزين ليه؟ متضايق ليه؟ العذراء مريم عشتها كانت آلام شديدة جدا من الطفولة، وفرح وابتهاج من الطفولة لغاية ما راحت السماء. لما بنقول الألم مسيحنا قال انت ألمنا معه ونتمجد معه، وألام هذا العالم الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا. وإن ربنا يسوع المسيح اجتاز الألم، ناس كده في ذهنهم كده يقولوا طب ما ده ربنا يسوع المسيح، ما ده المسيح. أقول لك ده إنسان شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. تقول لي بس برضه في نفس الوقت هو الله. طب العذراء ماري، طب خلينا في العذراء ماري. مسيحنا بيقول لنا افرحوا كل حين، وأقول أيضا افرحوا، تبكون وتنوحون والعالم يفرح، ولكن حزنكم لا يتحول إلى فرح، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ده كان إنجيل النهاردة الصبح. طيب ده ربنا يسوع المسيح. أم العذراء قالت تبتهج روحي بالله مخلصي،
يعني أنا محتاجة الخلاص، أنا إنسانة تحت الآلام مثلكم، أنا تيتمت وأنا طفلة عندي 3 شهور 3 سنين، وأبويا أمي ماتت وأنا عندي 8 سنين، والحتة اللي ارتحت لها وفرحت فيها طلعوني منها وأنا عندي 12 سنة ورحت عندي يوسف النجار، هو اللي كان بيرعاني وهو اللي واخد باله مني. كملت 14 سنة وكم شهر وجاني الملاك، فرحت بالملاك، لكن يوسف النجار شك فيا، حزنت، وراحت العذراء مريم رايحة جاية ما بين الحزن وبين الفرح، لكن في هذا جميعه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، في هذا جميعه أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم تقول إيه؟ تبتهج روحي بالله مخلصي، مش سامع، تبتهج. لا صوت الكنيسة واطي قوي ده كله، تبتهج روحي بالله مخلصي، تفرح. الفرح والابتهاج والسرور حاجة واحدة، لكن ناخد بالنا لألا فرحنا يشترك مع فرح العالم، لألا يكون فرحنا فرح جسدي، فرحنا فرح سماوي. يشوع بن سيراخ يقول مخافة الرب تلذذ القلب وتعطي السرور والفرح طول الأيام. خوف الله يدينا فرح وسرور طول الأيام. إنسان خائف الله يبقى فرحان، دايما فرحان، فرحان وعايش في سلام، وينام بالليل وهو مطمن انه ما زعلش حد والرب الهه راضي عنه. اشعياء 35 يقول حاجه جميله قوي، فرح الانسان في السماء هو فرح كامل يفوق الوصف. يقول ايه؟ مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون، صهيون السماوية، بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، فرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. ده إيه ده؟ قال إيه؟ فرح أبدي على هو الفرح يتحط على الرأس؟ ها؟ فرح يبقى تاج، يبقى إكليل، الراس فرحانة، الفكر مستريح، وعلى الوش الدنيا منورة، فرح أبدي. يهرب منهم الحزن والتنهد، والفرح الأبدي بيبقى ظاهر من بره بس مصدره داخلي. يقول يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب من جوه، فرحان من جوه. شفناه، شفناه دهوا في حياة أبائنا القديسين، في حياة أبائنا ساكن البراري، في حياة أبائنا الشهداء وهم رايحين يستشهدوا، أفراح داخلية. أنا هأصر وهأزف المسيحي في السماء، ما أجملها زفة وما أجملها فرحة، فرح عند أبائنا الكبار وجدودنا وحبايبنا اللي كانوا عايشين في وسطينا، ويمكن البعض منهم عايش لسه لغاية دلوقتي. منقول لأولادهم فرحانين، حياة رضا وحياة فرح دائم، مش شايلين الهموم ولا النكد ولا الحزن على الإطلاق. الله هو مصدر الفرح. إن كنت تظن في لحظة من اللحظات أن فرحك يستمد من مادة فأنت خاطئ. كانوا اللي عندهم ملايين يبقوا فرحانين. ده واحد مرة
نسعى عشان نجيب الفلوس ونتعب عشان نجيبها، ولما نجيبها نبتدي نصلح في جتتنا اللي اتهدت واتكسرت بسبب جرينا ورا الفلوس ورا المادة، ونصرف الفلوس والصحة ما ترجعش وتقعد الفلوس واحنا نمشي. ما فرحتش ليه؟ أصل كنت بجري ورا الفلوس. اوعى تظن لحظة واحدة ان الفرح الداخلي بتاعك، الفرح اللي يستمر من الارض ويوصل بيك للسماء، ممكن يستمد من العالم ولا من المادة ولا من الماديات. مسيحنا القدوس بيرغبنا ويقول للابن الوكيل الامين الحكيم، يقول له ايه؟ ادخل الى فرح سيدك. اقعد على حيلك حبيبي صغير، ولدي صغير، اقعد يا ابني على حيلك. كله بيجوا مصوراتية دلوقتي. يا حبيبنا ادخل الى فرح سيدك. وفرح السماء لا ينطق به ومجيد. ويقول كمان هديلكوا الفرح على الارض، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. ده كلمة الله الحية والفعالة والتي هي امضى من كل سيف ذو حدين. الانجيل اسمه ايه؟ الخبر المفرح، او البشارة المفرحة، او كلمة الله المفرحة. اصلا كلمة ربنا تبقى فرحة لينا. بتفتح الانجيل وتقرا فيه، عايز تفرح افتح الانجيل اقرا كلامه الحلو، عهد قديم وعهد جديد، اقرا في المزامير ورنم بيها، اقرا في العهد الجديد في الاناجيل وفي الرسائل، حتى في سفر الرؤيا، اقرا في كل حته في الانجيل تلاقي كلام الرب حلو. وجدت كلامك حلو كالشهد فاكلته، مفرح. كلمه الله فيها حياه، فيها فرح. كلمه الله في ذاتها بشاره مفرحه لكل اولاد الله. يقول لنا في يوحنا 11: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وهو بيكلمنا عن الأبدية، ويكلمنا عن الفداء، ويكلمنا عن الخلاص. يبتهج روحي بالله مخلصي. الخلاص قيمة غالية. العذراء مريم فرحت جدا انها تكون ام المخلص، ده شيء جميل جدا. والله اعطى لها، هي وجدت نعمة في عيني الله، ادالها فرح. بس اعظم فرحة للعذراء مريم قالت ايه؟ تبتهج روحي بالله. مين؟ كم واحد فينا فرحان بخلاص المسيح؟ خلاص مسيحنا، الخلاص الابدي واللا نهائي اللي احنا عايشين فيه ومتمتعين بيه، وصرنا اولادا لله من خلاله. كم واحد كده بيقف زي ما بنقول له: نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه. ناقصه حاجه؟ المفروض نقول له: لانك خلصتنا. اول حاجه فرحه الخلاص من الحكم الابدي اللي كان علينا دي، ما بعدها فرحه. كم واحد فينا بيقول لربنا: انا فرحان بخلاصك العجيب، فرحان يا رب انك اديتني اتناول من جسدك ودمك يا عمانوئيل الهنا،
فرحان يا رب انك اديتني ان انا ابقى ابن ليك الفرح. متشكرين يا رب الدكان اشتغل كويس النهاردة. متشكرين يا رب الواد نجح في الثانوية العامة وجاب مجموع ربنا يسرها يخش كلية. مبروك لأولادنا وبناتنا اللي نجحوا وإن شاء الله ربنا يوفقهم كل واحد وكل واحد. متشكرين دايما نقول لربنا شكرا وإحنا فرحانين. بس فرحانين الواد نجح وجاب مجموع في الثانوية العامة بس مستنيين الكلية. فرحانين الموضوع الفلاني قضى بس ايه عايزين الموضوع التاني والتالت. فاقدين فرحنا ولا نشبع بالفرحة بتاعتنا عندما يستجيب لنا الرب إلهنا. فرح قلبي وابتهجت روحي عندما جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. مسيحنا عايزنا دايما فرحانين ليكون لهم فرح كاملا فيهم. حتى في الضيق حتى في الضيق إن كان الله معنا فمن علينا. وقت الضيق إلهنا معانا وسط البحر هو معانا وإحنا ماشيين والأمواج شديدة هو نايم معانا. هو موجود في كل وقت يا أحبائي موجود معنا في كل حين ماسك يميننا. لا تفقد فرحتك وقول له يا ربي انت معايا عشان كده انا مش خايف. رتل وسبح داود النبي وقال ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وقال تراتيل وقال مزامير عن الفرح وحياة الفرح. تلاقي المزمور بادي بالحزن وخاتم بالفرح. ايه اصل ربنا موجود معايا اصل ربنا عينه عليا من اول السنة الى اخرها. يا ابن المسيح يا ابن العذراء مريم ليه انت حزين وليه انت متضايق؟ افرح افرح مع العذراء مريم وعيش حياة الفرح وقول له فرحني يا رب. علماء النفس بيقولوا من يبحث عن الفرح يجده. ليدور تلاقي 100 حاجة تفرحك. تلاقي صحتك تفرحك. تلاقي تفكيرك يفرحك. تلاقي بيتك يفرحك. تلاقي أولادك وبناتك يفرحوك. تلاقي شغلك يفرحك لو انت بتدور. تلاقي منظر حلو جميل بره في الشارع يفرحك. تلاقي الكنيسه تفرحك. تلاقي الخدمه تفرحك. واللي يدور على النكد يوه ما اكثره. الفرح يولد فرح بس عايز جهاد لان الشيطان ما يحبش ان احنا نبقى فرحانين. عايز جهاد يحاول يعكنن علينا. أنا بتكلم على الفرح الروحي الفرح الداخلي الفرح السمائي وده بيترجم لينا في حياتنا في تعاملاتنا مع أولادنا ومع بناتنا. لا تبحث عن الحزن أيها الحبيب. اوعى اوعى يا ستي تبحث عن الحزن. اوعى يا اما تبقى نكدية. راجل كده حلو يحب يبقى فرحان ومراته لا صعب تحب يعني تعمل شوية نكد كل يوم. فقال لها من فضلك ايه رأيك نخلي يوم للنكد والست ايام الباقيين يبقوا الفرح. خلاص نأجل كل النكد لليوم ده.
خلاص اتفقت، وهي يعني ايه غصب عنها. اليوم الاول عدى والتاني والتالت والرابع والخامس، بدأت تبقى فرحانة بزيادة. واليوم السادس فرحانة جدا، بيقول لها ايه النهاردة الفرح بزيادة، قالت له بكرة النكد بكرة النكد بكرة النكد. طبعا انا بذيع في العالم كله، ياما مالك ومال النكد، اهربي، احنا بنعيش الفرح عشان ما نتنكدش. وعلى فكرة الرجالة لما يبقوا نكدية يبقوا 100 ضعف من الستات. في راجل نكدي يجي من بره غاوي ينكد على امرأة، لا مش الستات بس، يا ابني افرح، مسيحك بيقول لك افرح، افرحوا كل حين واقول ايضا افرحوا. بتدور على النكد ليه والحزن ليه؟ تقول لي الحياة صعبة، صعبة يا ابني، لكن مسيحنا معانا في وقت الضيق، هو معانا يفرحنا، وقت الألم هو بيسندنا، وقت الحزن هو بيعزينا، هو موجود معانا. إن آمنتِ ترين مجد الله حتى في الحزن، وقت الضيق هو معانا. مالك نسيت مسيحك ليه؟ وهنا يا أحبائي الحضور الإلهي الدائم، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا. طالما المسيح قدامي هبقى فرحان، مش هخاف من حاجة أبدا، ولا جحافل العالم، ولا فرعون بكل قواته، ولا الشيطان بكل قواته. أصل أنا معايا ربنا يسوع المسيح قدام عينيا، والملاك ميخائيل ملاك الرب حل حول خائفيه وينجيهم ويفرحهم كمان. مالك بتدور على نكد ليه وبتدور على حزن ليه؟ افرح بالمسيح، افرح وانطر النكد بره، قول ما يخشش معايا البيت. مش 5 ايام ولا 6 ايام واليوم السابع نكد، لا فيش نكد خالص. اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غضبكم. اختلفنا شدينا مع بعض حدثت مباغضة، لكن لا تغرب الشمس على غضبكم ابدا. ما خشش انام وانا حزين من مراتي ولا من عيالي، ولا مراتي حزينه من جوزها ولا من عيالها، ولا من جاري ولا من اخويا. فرحان تبتهج روحي بالله مخلصي. طبعا وجود المسيح الهنا قدام عينينا يفرحنا، والتوبه يا احبائي تفرح قلوبنا. أذكر زميل لي ربنا يحميه أعلمني أعمل مطانيات، كنتش أعرف، كنت أعمل مطانية زي اللي أنتوا بتعملوها كده الواحد يقعد يلن دماغه. المطانية يعني مطانية لغاية الأرض، سجود لغاية الأرض. فعلمني أعمل المطانية زي، وقال لي على فكرة أبا لما تتعب في المطانيات أبا شم ريح العرق بتاعك. قلت له ايه؟ قال لي تلاقيه ريحه زكيه، اصله ميطانيا يعني توبه، توبه يعني تغيير اتجاه. يا رب ارحمني، يا رب اعني، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اسندني، يا رب اشملني بمعونه، يا رب باركني، يا رب نجحني، يا رب. عمال اطلب من ربنا بتوبه واسجد على الارض. وجميل جدا دموع التوبه تعطي فرح لا ينطق به ومجيد. لما رجع لابن الضال ابوه ذبح له العجل المسمن، وسمع صوت الغناء والفرح من بعيد. ليه؟ اصل ده قدم توبه ورجع من مكان الخنازير. اول ما ترجع من مكان الخنازير تفرح وتكون سبب فرح، مش على الارض بس، السماء تفرح بصوت عالي، تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارلا لا يحتاجون. ايه تفرح السماء؟ ايوه
كل السماء تفرح بيك. ما أجملها فرحة ليك على الأرض، وفرحة لزويك اللي قريبين منك، وفرحة للسماء. كل السماء تبقى فرحانة بيك. فرح التوبة يدينا فرحة من جوه، فرحة عظيمة. والفرحة التانية فرحة العطاء. عشان كده قال لنا المعطي بسرور يحبه الرب بفرح. المعطي بسرور، المعطي بسخاء يحبه الرب ويفرح قلبه. مش فلوس بس. احيانا نظن ان العطاء فلوس بس، وان كان العطاء بيمشي بعض الامور ويريح الاخرين. الغني يعطي بسرور، يعطي الذي عنده، يعطي من ليس له، عشور وبكور ونزور، ويعطي عطاء، يعطي بسخاء، يدي لك فرح. يا سلام لما تخفف على واحد مريض يكون مش قادر يتعالج وتعمل له عملية. اسألوني أنا، وإن كانت الفلوس مش بتاعتي، بتاعتكم أنتوا، ما أجمل فرحة المريض اللي يرجع بعد عملية يدعو من قلبه. ما أجمل أن تعطي وتهتم بالذين ليس لهم أحد يذكرهم. واحد غلبان في البيت ولا واحدة غلبانة، ويتخدم ويتخفف ألامه ولا الوحدة بتاعته. ما أجملها فرحة، ما أحلاه. وروحوا القلب الفرحان كده وشوفوا واخدموا الناس اللي هناك، الديسيبل اللي كنا بنسميهم عبط بتوعنا دول. شوفوا فرحتكم انتوا هتبقى ايه بعد ما تزوروهم، وبعد ما تقعدوا معاهم، بعد ما تروح تعطي سؤال وحب على مريض، تروح له مستشفى ولا تروح له مكان وتخفف من ألامه. العطاء بكل أنواع العطاء، حتى إن مسيحنا لكي يشجعنا قال كأس ماء بارد باسم تلميذ لا يضيع أجره. إيه؟ هديكوا فرح. نفرح لو حطين ربنا قدام عينينا، نفرح لو قدمنا توبة قدام الله، نفرح لما نعطي ونعطي بسخاء، نفرح في التجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة من يد الله. يا أي تجربة من يد الله على رأسي. أقول لكم على حاجة من حياة أبونا ساويرس، ربنا ينيح نفسه. كان يفرح قوي بالتجارب. وجاء مرة قال لي مرة ربنا نسيني السنة دي، عدت من غير حاجة يعني، يا أخي وجعت قلبي معاك. كان يبقى مبسوط جدا وهو عايش في تجربة. يا عم ارحمني معاك وجعت قلبي. لا، على طول من تجربة لتجربة لتجربة بكل النواحي، لغاية ما راح السماء، لدرجة ان انا كنت استخدم السلطان علشان اقول له اوعى تطلب من ربنا تجارب تاني. يقول لي مش جاي من ايد ربنا تبقى حاجة حلوة. صلواته تزيد وتأملاته تزيد وتراتيله تزيد وفرحته تزيد. يا عم انت يا عم، هو كده. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عشان كده القديس الانبا بولا قال ايه؟ من يهرب من التجربة فقد هرب من الله. ليه؟ في التجربة فرح بالنسبة له، فرح أصل ربنا يكون معايا، أصل هو فيما هو قد مات مجربا هي يقدر أن يعين المجربين. هو ده يقول لك إيه؟ أثناء التجربة يبقى قاعد جنبي، ما يسيبنيش، قاعد جنبي على طول. وطالما ربنا قاعد جنبي في التجربة، في الضيقة، في الألم، في الحزن، في النهاية، في أي حاجة، طالما قاعد جنبي أنا مش عايز حاجة. عشان كده أحبائي
افرحوا، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. قديس الأنبا بخوميوس أب الشركة يقول تقبل كل التجارب بفرح عالما بالمجد التي يتبعها، فإن تحققت من ذلك فلن تمل من احتمالها لدرجة أنك تطلب من الله ألا يصرفها عنك. إيه التجربة؟ إيه ده؟ أصل عيشوها. شفتوا أبونا القديس الأنبا شنودة البابا شنودة الثالث؟ كان عنده ثلاث أنواع من الكانسر، وعنده انزلاق غضروفي، وعنده الغدة الدرقية، وعنده وابتسمته إلى آخر لحظة في حياته فرحان. إيه؟ احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. إيه يا سيدنا؟ إيه حياة الرضا اللي أنت فيها دي؟ أصل المسيح معايا. واحد إحنا كلنا عارفينه وكلنا شفناه وكلنا تابعناه. تبتهج روحي بالله مخلصي. العذراء مريم والفرح. تبتهج روحي بالله مخلصي. فاكرينها لما حضرت عرس قانا الجليل؟ قالت ليس لهم خمر، يعني ليس لهم فرح، يعني نكد وفضيحة. كان الخمر شيء رئيسي جدا في الأفراح اليهودية ويمكن لغاية دلوقتي. دخلت العذراء وبصت لقيتهم اتكسفوا كده وخجلانين، ما افتكرش انه جلولها، لكن هي شافت ان اهل العرس اتكسفوا والفرحة ضاعت من وشهم. قالت لابنها ليس لهم فرح. في ايه؟ لازم تفرحهم، انا لسه ساعتي ما جاتش. مالي ولك يا امرأة سني؟ يا امرأة يا فاضلة يا جليلة. عشان كده فرحت قلب اهل عرس قانا الجليل، لان هي فرحانة بابنها المخلص، فرحانة بيه. لازم تبقى سبب فرحة لكل الناس. كل ما قاله لكم افعلوه. وزعوا الفرح، وزعوا الخمر، خمر غير مسكر، وصح الناس. ورئيس المتكأ يقول الحلو تخلوه للآخر والوحش توزعوه في الأول، لأنه كان خمر من نوع عجيب من صناعة رب الفرح مسيح الفرح لكي يفرح قلوب كل أهل عرس قانا الجليل. أيوة العذراء تحب تفرح. العذراء مريم كان السبب فرحة لوالديها حنة ويوقيم. جاءت بعد سنين طويلة لما اتولدت فرحوا بيها، لكن فرحت أيضا باختيار الملاك ليها وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. إيه؟ سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. إيه ده؟ إيه التحية الحلوة دي؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. يا سلام، جت هوذا أنا. ودي نقطة مهمة في حياتنا، هوذا أنا أمة الرب. أول ما تقول زي العذراء مريم هوذا أنا أمة الرب، فرح الله يحل عليك يغمرك. لكن تعاند وتكابر هتخسر نفسك وتفقد الفرح. الفرح السماوي يحتاج حياة التسليم لله. هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك.
كم واحد فينا بيقول كده لربنا؟ هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. كم واحد، كم واحدة فينا بتقول كده لربنا؟ ليكن لي كقولك يا رب، اللي أنت عايزه يا رب، اللي تقول عليه يا رب. كل أولاد الله الذين يسلمون لله قيادتهم يفرحون. كل من يعاند وكل من يكابر يفقد الفرح تماما. فرحة العذراء مريم إنها رايحة بيت لحم تستريح، ولكن حزنت لأن ساعتها قد جاءت. ولكن عندما ولدت فرحت، والملائكة مال ترتل وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. حلو جميل جدا، بس حزينة عشان موجودة في، متأسف يعني، مزود بقر، يعني ما فيش بيت تولد فيه. لكن أبدا العذراء مريم ذهنها حاضر، كانت محتفظة بهذه الأمور كلها، هي متفكرة بها في قلبها. الفرح يخلي الواحد الذاكرة بتاعته قوية، الحزن يفقدنا سلامنا وتركيزنا وفكرنا. العذراء كانت فرحانة بالله مخلصها، كانت تحتفظ بهذه الأمور كلها متفكرة بها في قلبها. فرحت لما قدمت عن ابنها فرخي حمام أو زوج يمام، لكن حزنت لما القديس سمعان الشيخ حمل السيد المسيح وقال الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا للفرحانة. طبعا العذراء ده ابنها، ابن بطنها هو الخلاص. وبعدين حزنت قال لها وأنت يجوز في نفسك سيف. ليه بس؟ ليه بس السيف وحنا بنت فنوئيل؟ رتلت ورنمت وسبحت إله إسرائيل وهذا الفداء والخلاص، بس أنت يجوز في نفسك سيف. يا حزن بس في فرح، حزن بس في فرح. هب المجوز جم، ملوك جايين معاهم، حاجة جميلة جدا. قوافل، دول ثلاث رؤساء قبائل، كل واحد جاي بالزفة بتاعته، قدموا الهدايا ذهبا ولبانا ومرلا. على فكرة المرل مش المرار بتاعنا ده، المرل يعني البخور، زي نوع من أنواع المرل، زي الحنوط وزي إيه وزي إيه وزي إيه، حاجات يعني جميلة جدا من ضمنها المرل بتاعنا العادي. وبعدين الملاك يقول ايه؟ وبعدين الملاك يقول لي يوسف قم خذ الصبي وامه. وايه ايه الحزن ده؟ ده مشوار من 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 فلسطين لغايه مصر، وعلى ركوبه وفي جنود بيحاربوا ويموتوا، يا حاجه تحزن. لكن كان المسيح معايا، إن كان الله معنا فمن علينا. خدوا بالكم، أنا عايز أقول لكم الست اللي بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي، اتشوي اتجلي. جميل التعزية، لكن الحزن تجيل وصعب، لكنها كانت تقبل الفرح وتبتهج باستمرار لأن مسيحها معها، واحتملت كل الألمات وعادت إلى فلسطين وسكنت في الناصرة وعاشت مع ابنها فرحة لزمن ليس بالقصير. ولكن عندما بدأ رسالة الخلاص اللي هي مستنياها، اليهود كانوا يرفضونه، فرحانة بابنها اللي بيعمل معجزات وينشر الملكوت على الأرض، وحزينة إن خاصته لم تقبل. ما هي سمع كلام الناس، ما قالوا لها تعالي ده مجنون، تعالي خديه، هاتي ولاد أختك وتعالوا خدوه لأنه ظنوا أنه مجنون. المسيح إلهنا اتقال عليه كده، والعذراء كانت بتسمع. تخيلوا أم ابنها
رائع جدا في كل شيء ويقولها ولدك مجنون، تعمل ايه؟ الحزن يجتازها، ولكن في ذات الوقت تفرح بالخلاص، تفرح، تبتهج روحي بالله مخلصي. العالم يفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت يا ابني وإله. إيه ده؟ العالم فرحان وأنا فرحانة، ما أنا خلصت، ما أنا من ضمن العالم، لكن متألمة لألام ابني. قام المسيح وفرحت أمنا العذراء مريم، لكن فرحانة والمسيح قام والتلاميذ بيكرزوا، لكن في نفس الوقت اليهود عمالين يشككوا، يدفعوا فلوس للعساكر ويقولوا تلاميذه سرقوه ليلا. يا ده احنا شفناه بعنينا، الكذابين المنافقين الكتبة والفريسيين رفضوا ان يقبلوا الخلاص، واما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. افرحوا في الرب، واقول ايضا افرحوا. عيش في العالم زي ما العذراء عاشت في الالم، ومحدش فينا بيشتاز في الم العذراء مريم، ولا حزن العذراء مريم، ولا تجارب العذراء مريم، مهما كنا احنا قليلين. والعذراء مريم زمان كان اخرها تقول مزامير حفظاها، كان اخرها تقول ايه؟ يا اله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. لكن انا دلوقتي اقول يا رب يسوع اسندني، اقول يا امي يا عذراء انجديني، اقول يا ملاك ميخائيل دافع عني، اقول عندي سحابه من الشهود، هذه مقدارها. اقدر اقول يا رب فرحني لي كثيرا جدا. كلمة الله الحية والفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذو حدين تستطيع أن تفرحني. الفرح قصد إلهي منذ البداية، منذ أن جاء مسيحنا رتلت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس إيه؟ الفرح في الناس المسرة. وحضر عرس قانا الجليل، هذه بداية الآيات التي صنعها يسوع. وعندما قام مسيحنا فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. افرحوا في كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ربنا يعطينا الفرحة، الفرحة الدائمة، يبارك حياتنا جميعا، يفرحنا فرحة أمنا الطاهرة من نور مريم التي قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. يعطينا الرب أن نعيش حياة الفرح. بركة أمنا الطاهرة من نور مريم ورئيس جند السماء الملاك ميخائيل، بركة الصلوات وطلبات أبينا ورعينا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبت ودروس الثاني، لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسجود في كنيسة المقدسة من الآن والأبد، أمين.